السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا أينما كنتم، أهلا بكم إلى نشرة أخبار الرياضة تأتيكم من قناة البلاد. والبداية بالحدث، أين فازت مدينة وهران بشرف تنظيم الطبعة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة سنة 2021. وصوت الأعضاء 66 من الهيئة المتوسطية في اجتماع الجمعية العامة العادية عصر الخميس بقصر المعارض لمدينة بسكرة الإيطالية، أين نالت البهية وهران شرف استضافة الألعاب بعد منافسة شرفة مع مدينة صفاقس التونسية. وحضر عملية التصويت كل من وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي ورئيس اللجنة الأولمبية مصطفى بيرف وكذلك رئيس بلدية وهران.